اولا الوضع اللي هنا بيعيشه وضع مأساوي جدا، يعني هاي بس دور بس على مية حلوة، يعني بس مية للشرب. طبعا ما فيش لا مية حلوة في اي مكان، ولا مية مالحة ولا كهرب. هذا غير التلوث اللي احنا عايشين فيه، الحروب. طبعا الناس كلياتها عايشة في خوف، في خوف، في ذعر، في قلة موارد، في قلة اكل. هاي الشغلات كلياتها غير انها بتأثر سلب على الناس، كمان الناس مش ملاقية الحاجات الأساسية زي المية وزي الأكل، حتى الأمان. طبعا في ظل انعدام الأمان تلاقي الناس كلياتها بس همها تلاقي مية، توفر لأولادها مية، توفر لأولادها شرب، حتى طبعا الغسيل، يعني حاجة عشان نغسل ايدينا، هاند ووشنج، يعني خالص ما فيش نظافة خالص. عندك انت في كل مكان بتروح له في انتشار للزبالة، في انتشار للأمراض، حتى الدبان بتلاقيه موجود على الأكل والشرب، حتى الزحمة هاي. مجرد انه شخص واحد يجي حامل لمرض راح ينقل أمراض لكل هذا كلياته بيأثر سلب على المناخ، بيأثر سلب على الناس كلياتها في انتشار الأمراض. وفي ظل كمان القصف هذا برضه بيعمل تلوث للمناخ، الدخان، النار، الغازات والفوسفور، كلياته هذا بيأثر سلب على المناخ. فلازم احنا نلاقي حل موجود هنا. رسالتي لكوب 28 انه نوجد حل سريع وجدي، ونبحث موضوع اللي هو الحد من هذا التلوث وانقاذ العالم هاي اللي لسه عايشة على قيد الحياة، انه نحاول ننقذ قدر المستطاع هاي البيئة وهذه العالم من التلوث اللي راح ينتشر برضو للعالم في الخارج. أنا كنت حكيم في مستشفى الشفاء وكنا محاصرين، كان الوضع جدا مأساوي، الجثث على الأرض والمصابين مرميين على الأرض، ونفس الوضع الكارثي اللي كان موجود في المستشفى، في مستشفى الشفاء نزحت، وراح يتجدد هذا في مستشفى ناصر في خان يونس. الجثث على الأرض، المصابين ما فيش لهم مكان ولا أسرة، كلياتهم على الأرض، بيتلقوا خدمات علاجية على الأرض. فغالبا هذا راح يكون وضع كارثي على الصحة بشكل عام، لأنه المصاب راح ياخد أمراض تانية، غير أنه جاي ياخد خدمة علاجية راح يتعرض لأمراض تانية وتلوث تاني، وهذا راح يأثر على المناخ بشكل عام. هذا العاب ان حاجه ناخذ انا ما كنا كره عاد.
طبعا زي ما انت شايف هنا كله زحمه، ازدحام الناس. الناس طبعا صارت تولع نار لما تطبخ، وهيك القصف كله صار يأثر على البيئه، حتى توليع الدخان هذا كلياته النار بيأثر على البيئه. زحمه الناس برضه بتأثر على البيئه وتنشر الامراض. كله طلع انت كيف البيئه حواليك هنا كلياته حاجه كمان لا تصلح للسكن خالص. كلياته هذا حيأثر على البيئه وأثر على السكان وأثر على المجتمع ككل، وغالبا هذه الازمه راح تتصدر للخارج. احنا بندعو لانتهاء الحرب وانتشار السلام، والحرب هاي كانت دمار كبير، الناس ما عاد فيها تتحمل اكثر من هيك. احنا بحاجه للسلام، بحاجه لوقف هذا العدوان، وقف هذا الدمار اللي اثر سلب على كل قطاع غزه بشكل عام، وعلى التلوث والبيئه والمناخ. Thank you.